بإقليم سيدي بنور تستمر الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد، مع التعقيم المستمر لشوارع وأحياء المدينة تحت إشراف السلطات المحلية بتعاون مع مصالح مندوبية وزارة الصحة بالإقليم، فضلا عن الحملات التحسيسية والتوعوية للمواطنين من أجل اتباع الخطوات الوقائية وكذا احترام إجراءات الحجر الصحي. بالموازاة مع مجهودة السلطات المحلية بالإقليم، مداخل ومخارج المدينة محاطة بسدود قضائية لمراقبة ومنع التحركات غير المرخص لها. تضافر الجهود كل من المديرية الجهوية للصحة وبالتعبئة التي قامت بها السلطة الإقليمية وعلى رأسها عامل إقليم سيدي بنور وبتنسيق مع جميع المتدخلين، فإنه تم اتخاذ واحد العدد من الأجراءات على مستوى التراب الإقليمي ديال سيدي بنور. إجراءات همت بالأساس أنشطة ديال التطهير وتعقيم الأزقة والشوارع والفضاءات العامة وكذلك حتى المراكز والمؤسسات الصحية بالإقليم، بالإضافة إلى حملات التوعية وتحسيس المواطنين حول طرق يعني تجنب العدوى بين الساكنة. الحالة الوبائية هناك يعني استبعاد واحد 16 حالة مشتبهة على طريق التحاليل المخبرية، استبعاد واحد 17 حالة ديال المخالطة اللي اشرفت عليها خلية اليقظة الوبائية الإقليمية، وبهذا الشيء هذا كتكون الحالة الوبائية صفر، حالة مؤكدة ولله الحمد. بتراب إقليم سيدي بنور وعلى غرار الوسط الحضري، مراقبة وتعقيم دقيقان للمناطق القروية بإشراف من السلطات المحلية، إلى جانب ضبط التنقلات من خلال إقامة سدود للدرك النموذج من منطقة الوالدية. في إطار تدابير المعمول بها من أجل الحد من انتشار وتفشي وباء كورونا كوفيد 19 عبر تراب الوطني، تجندت مصالح الدرك الملكي بسيدي بنور من أجل السهر على القيام بواجبها وتطبيق مقتضيات حالة الطوارئ الصحية المعمول بها في بلادنا منذ 20 مارس من هذه السنة. ومن أجل ذلك تم وضع مجموعة من النقاط الثابتة على المحاور الطرقية العابرة لنفوذنا الترابي على مستوى الحدود الترابية مع باقي العمالات والأقاليم المجاورة، وذلك من أجل التنسيق وكذا تشديد المراقبة بخصوص مختلف التنقلات طبقا للدوريات الاستثنائية الجاري بها العمل. المجتمع المدني من النهار الأول هو قائم بالدور ديالو على قدم وساق باش يوصل لجميع الساكنة ديال الولية. تعرف لنا كاين المركز وكاين مجموعة من الدواوير تنطوفوا عليهم يوميا، لا بالنسبة للتوعية، بالنسبة لإيصال المعلومات لتتصدر على وزارة الداخلية ولا وزارة الصحة، كذلك في العملية التعقيمية التي تقوم بها شبه يومي السلطات المحلية بالوالدية. من إقليم سيدي بنور نسجل احتراما كبيرا لساكنة المنطقة لتدابير الحجر الصحي، هذا الاحترام سوف يجنب المنطقة تسجيل أولى الحالات بفيروس كوفيد 19. محمد ريشي، ميديان تيفي، إقليم سيدي بنور.